ليس حالما بل هو الحلم، الثيمة الأثيرة التي لما تزل تتوزع في لوحاته. فنان يبدع كل مرة هيئة جديدة للمشهد السولو، وجه وسط حركات صامتة تمثل عزفا على لحن البانتومايم. يبتكر كائناته الوحيدة قامات منكسة، أحاسيس مكبوتة، وألم حبيس في صدور صاحبات الأقنعة. هكذا وجدته، وجدت لوحاته، مسرحيات كما وصفت يقوم ببطولتها كائن وحيد يعزف الرحيل وينشد الألم. الفنان التشكيلي صفوان دحول لا يكتفي في مربع اللوحة أن يقدم فاصلاً بين الكائن المتقوقع داخله والفضاء الخارجي، بل هو زنزانة للأحاسيس المكبوتة التي تفسرها أيقونات تشكيلية كثيرة، وكأنها حسب أحد النقاد واحدة في كثرتها، بينيلوب تغزل أحلامها على رصيف الخسارة. لوحاته، لوحات ضيفي، قوة جذب ومساحة كبيرة للتأمل، فتراك تقف أمامها مذهولاً بقدرة الفنان على التعبير. هي اللوحات الأولى من نوعها التي تعطيك الإحساس بعكس الأدوار الخاصة بهذا الكون، ففيها لا ترى ضوءاً أضيف على اللوحة، بل ترى اللوحة ضوءاً يسحبه السواد الذي يزحف إليه من كل مسامات اللوحة. واحد من أكبر الفنانين العرب موهبة، ضيفي وضيفكم لهذه الأمسية، الفنان التشكيلي السوري المبدع صفوان دحول. يا هلا فيك معنا. شكرا كثير. نبدأ. طولك 180، وزنك 76، مهنتك الرسم وترسم لأنك ما زلت تحلم أن تكون رساما، هكذا تقدم نفسك. صحيح. تقديم غريب ومشاكس ومختلف. الحقيقة كان معرض هذا الحكي من سنة تقريبا. يعني كان عندي فكرة انه اقدم انا نفسي، يعني غالبا في ناقد او احد او حدا بيهمك يقدمك. غالبا كثير حبيت انه انا اقدم نفسي، بعرف حالي منيح، بعرف ليش عم اشتغل، ليش عم ارسم. حبيت بسط الامور كثير، حبيت اقول انه الرسام هو كائن بشري عادي بيمشي بالطريق. الوزن ما تغير من المعرض للان؟ ما عم يزيد. لا، من زمان ما زاد. عم اقول انه انا كائن مثل كل البشر. مهنتي الرسم، هي الكلمه شوي كان بنتحسس منها نحن غالبا بمجتمعنا الفنان، لانه لازم دائما ننظر له، له اجنحه وله هاله وكانه ملاك نازل من السماء. لا، هو بشر عايش. اعطيته صبغه بشريه اكثر. صبغه بشريه، لانه صار عندي شوي حساسيه من تقديم الفنانين او من تقديم النقاد للفنانين او كتابات الفنانين او النقاد عن الفنانين. يعني هي رده فعل شوي، يمكن اقول رده فعل. ممكن تكون رده فعل. انا ما بدي حدا يكتب عني، ما بدي احكي عن طريقتي بالرسم، ما بدي استعرض. ببساطة هذا معرضي وهذا شغلي، وانا بشتغل بهي الطريقة. نعم. وبرسم بهي الطريقة وبهي البساطة. نعم سيدي، نبدأ من حما، حيث المولد والمكان الاول، الصبا والطفولة، الاهل، كلمنا عن هالمكان، تشبه من، كيف بدأت، هاي المعطيات الاولى. يعني حما هي مدينة طبعا في سوريا، مدينة بسيطة جدا. الأفضل أحكي عن العائلة، عائلة صغيرة كانت، أو صغيرة أو كبيرة فينا نقول نسبيا. كم عدد أفراد الأسرة؟ عدد أفراد الأسرة نحن 5 شباب و5 بنات. يعني نحن 5 10 يعني 5 صبيان و3 بنات وبنتين من أبي، بس هن الحقيقة انا ما بعرف، كنت الا هن اخواتي كمان، ولذلك نحن 5 شباب و5 بنات. الاهم كان انه ربينا مع بعض، وكان يعني كان زاد العدد لانه كان عندنا، كانت ستي او جدتي مثل ما بتقولوا، يلي هي كانت معنا كل العمر. يعني يوم اللي تزوجت أمي كانت ستي ساكنة معها، وبقيت ساكنة معها لآخر العمر. نعم. هي اللي غالباً ربتنا كمان، بالإضافة للوالدة طبعاً الله يرحمهم كلهم يعني. نعم. للأسف. وقطتنا الصغيرة اسمها كان شامو. عاشت عنا 14 سنة. كنا نحبها كثير. وكان بيت عربي، بيت عربي.
في الياسمين وفي الفل وفي الورد وفي شو أهم ما تستحضره من هالمكان اليوم اللي افتقدته اليوم؟ الألوان اللي اليوم تقول إن البيئة صارت فقيرة بألوانها. هلا اللي بستحضر اللي ممكن استحضره أكثر شيء الحركة. الحركة كان البيت مليء بالحركة، يعني ضيوف الوالدة، أصدقاء أخواتي. أنا كنت صغير ولذلك كنت راقب أكثر ما أحكي. كنت مع الستات، مع الخوات، مع الأم، ولا مع الكل؟ كنت مع الكل. هي بيئة حمام، يعني فينك تقولي بيئة، ما بدي أقول متعصبة وإنه مغلقة نوعا ما يعني. ولذلك لا، كنت صغير كان مسموح لي بكل الأشياء. أنه رائب فرصة المجتمع النسائي والمجتمع الرجالي. إيه كان فرصة. الاهتمامات شلون؟ الاهتمامات، الاهتمامات بمعنى يعني في كان في اهتمامات فنية يعني نحو التشكيل، ولا أنت لوحدك كنت حالة خاصة؟ لا لا ما كان في نهائي، بس كان في شيء مهم كثير، أنه كان أولا لاحظوا أهلي أنه عنده ميول للرسم. كيف؟ بس هذا الشيء الأهم أنه شجعوه. يعني أنا بقول دائما أنه أنا هلا مثلا رسام وبدرس بكلية الفنون الجميلة وإلى آخره، ما كثير عندي ذاكرة أني اشتريت لأبني دفتر رسم. ما بجد يعني أوقات بخجل من حالي يعني. بينما والدي مثلا ما له علاقة كان في الفن، في مهنة أخرى نهائي. إيه؟ وزائد أنه ما في حدا تاني من الأكبر مني عنده ميول للرسم. بس كان يشتروا لي، يعني والدي كان يجيب لي دفتر رسم. كان عندي ألوان بالبيت. بيئة متعة. نعم. زائد في مدينة حما كان في، يعني هي مدينة حما بتتوسط سوريا كمدينة، في وسط سوريا. من أي يعني منطقة بالضبط؟ هي حما المدينة الوحيدة اللي بيقطعها نهر من نصفها تماما. يعني وهذا الشيء جميل، نهر العاصي. يعني نحن ربينا على، أنا بقول يعني هلا في شيء بالفن الحركي بيقولوا، في فن الانستليشن الى اخره. هلا الفنون الحديثه. انا بقول بفتره البيئه الحميه عاشوا على شيء من الانستليشن اللي بيضل عم يدور، اللي هو الناعوره. يعني في حوالي اكثر من 30 ناعوره بنصف المدينه، بارتفاع 30 متر، بقطر 30 حوالي 30 متر عم تدور كل الوقت. أنا بتصور إنه كان لها تأثير طبيعة مدينة حما علي، طبيعتها، زائد طبيعة الحارة، الحركة مثل ما قلت لك. نعم. الأهل، العائلة المتماسكة. التعليم كيف كان التعليم؟ البيئة والله جيد. يعني أنا بقول إنه يمكن بيأثر شخص في حياتك أحياناً مدى العمر. وأنا بقول كان أساتذة الرسم إذا بتذكرهم فعلاً لهلأ بذاكرتي، يعني لهلأ بذاكرتي، إنه كانوا مؤمنين بانه في ماده للاطفال اسمها الرسم. يعني مو هي ماده مهمله مثل الان. يعني غالبا اطفالنا في مدارس حصه الرسم فيها حصه مهمله يعني للاسف. لا كان بوقتنا، مع انه نرجع بالزمن كثير شوي لورا، لا كانت ماده مهمه في المدرسه. نعم، ماده مهمه. كنت بترسم للصف كله؟ يعني برسم. ذكرنا لها الفترة. كنت ما أحب كثير وظيفة العربي، وظيفة الرياضيات، مثل كل الأطفال اللي بيحبوا الرسم بكل الأحوال. إيه كنت أرسم. يعني كان اللي جاي ما أنا عامل وظيفة الرسم، لأنه كانت الرسم في وظيفة ناخذها على البيت. إيه كنت أرسم لكل الطلاب غالبا، يعني رفقاتي اللي معي بالابتدائي وكبرنا مع بعض ودرسوا غير أشياء، إيه بتذكروا أني كنت أنا رسام بفترة الابتدائي والإعدادي والثانوي. بتذكر شو كنت بترسم اكثر شيء؟ هلا كان المواضيع اللي بيطلبوها مننا، المواضيع في الحديقه، في البيت، مواضيع المدرسه، بائع الخضار، ايه مواضيع المدرسه. نعم. العاديه. ايه طبعا. من حما الى دمشق، انتقلت من حما وانت عمرك 18 سنه. البكالوريا. نعم. شو اعطتك دمشق في هاي الفتره؟ يعني كمدينه، كمعمار. يعني هو اول طلعه لدمشق كانت يعني عمليا انا طلعت لدمشق لاقدم على كليه الفنون الجميله. يعني بتذكر طلعنا انا ووالدتي، لانه ما كان في مين يشجعني بالبيت لادرس كليه فنون جميله. كانوا تقريبا ضد الفكره، كونه يعني بدك مستقبلك استاذ رسم، وهذا الشيء شوي رسم مو كثير مرغوب. لا مو كثير مرغوب، يعني استاذ رسم ما كثير فيه مستقبل يعني. بس لا، طلعت انا والوالده، بتذكر طلعنا بالهوب هوب، الباصات الكبيره. القديمه بنسميها الهوب هوب. طلعنا على الشام وقدمت على امتحان كلية الفنون الجميلة.
كان يمكن هي الطلعه الثالثه في عمري لدمشق. يعني صحيح لأن بسوريا وبحما ومسافه مو كثير بعيده، ولكن فعلا هي المره الثالثه في حياتي فقط. ولذلك كانت دمشق بالنسبه لي هي العاصمه، هي المكان الكبير اللي بيخوف، وفعلا خوفني. يعني انا بعد قبولي بكليه الفنون بالسنه الاولى بتذكر اني كان عندي رعب من دمشق. يعني ضل 3 ايام بدمشق وانزل 3 ايام او 4 ايام على حما لكون بين اهلي. يعني في صدمه وأخواتي. معينه يعني مع المدينه في ولا في في لا في صدمه. يعني كليه الفنون الجميله فكرت انه انا بتعلم الرسم، بس كليه الفنون الجميله هي علاقات وصبايا وشباب ورحل ورسم حياه اخرى. يعني حياه اخرى عملت لي شوي، زائد انه ممكن يكون طبعك شوي خجول شوي، هذا ما بيساعدك كثير. بالسنه الاولى كانت صعبه كثير علي، بس بعدين بدات اتاقلم. في شيء ما ساعدني ما بعرفه شو هو، حبيت بعد الكليه اكثر. بالسنه الثانيه اختصينا، انا وقت اللي اختصيت في ماده التصوير او الرسم بدات ارتاح. السنه الاولى كان فيها 5 اختصاصات، وهذا الشيء عمل عبء علي، لانه في مواد ماده الديكور والاعلان والحفر والنحت والتصوير بالسنه الاولى. ولذلك زائد المشاكل الماديه. يعني انت مانك رايحه مرتاحه لمدينه مصروف فيها كبير، وبذات الوقت بدك تعيشي بطريقه لائقه، وبدك تمارس هوايتك وموهبتك، وضعنا المادي صعب كثير. يعني كانت معاناه كثير صعبه. بالسنه الثانيه بالاختصاص الحقيقه بدات تستقر الامور النفسيه عندي، وبدات احب دمشق لانه تنحب دمشق. نعم اكيد. وانا بعتبر اني ربيت هناك. نعم. يعني هو اكثر من نص عمري او ثلثين عمري مبدئيا هو في دمشق. أهم الأساتذة، أهم التجارب اللي تأثرت فيها، اللي استوقفتك، المحطات المهمة في دمشق، رح نرجع مع الفنان التشكيلي صفوان دحول بعد قليل.